في عناصر بتضاف كمان للقعده. مظبوط صح كده؟ طبعا بينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف النجم طبعا كابتن وليد صلاح الدين. شفنا طبعا كابتن وليد عبر التقرير اللي فات في حفل الافطار كان بيتكلم عن المواقف الانسانيه اللي موجوده داخل جدران النادي الاهلي وداخل القلعه الحمراء، ودي حاجه مهمه جدا طبعا. يعني منورنا ومشرفنا يا كابتن وليد، والحقيقه شفنا حفل افطار في يعني يمكن كنا بنتكلم عن العرفان بالجميل ما بين كل الاجيال، ويمكن كانت تجميعه اتبسطنا جدا ان احنا شفناها يا كابتن وليد، ويمكن بنتكلم مع كابتن عادل وكابتن احمد في هذه التجميعه وبنتكلم عن اهميه التواصل كمان ما بين الاجيال. تحياتي ليك يا مريم، كل سنه وانت طيبه، وتحياتي ليك يا كريم، كل سنه وانت طيب. الصحه والسلام. وتحياتي الكابتن الكبير الكابتن عادل ولاحمد حبيبي، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، وكل سنه وكل الاهلاويه بخير. حلوه الروح اللي شفناها في التقرير، واكيد الروح اللي كانت موجوده بقى في المكان الفعلي اكبر بكتير كمان. فالروح دي نقدر نقول هي قاسم مشترك بين كل اجيال النادي الاهلي، المحبه دي والعرفان ده والتقدير والاعتزاز بالكيان وبرموز وبشخوص الكيان، فعلا بيتوارثها يعني جيل ورا جيل في النادي الاهلي يا كابتن وليد. بص يا كريم، هي في مقوله ساعات بعض الناس بتفهمها غلط، اللي هي الاهلي فوق الجميع. كابتن طلعت سليم الله يرحمه لما قال الاهلي فوق الجميع، كان يقصد يقول ان مصلحه النادي الاهلي فوق مصلحه جميع ابنائه. فهي علشان جمله طويله تم اختصارها للاهلي فوق الجميع. الاهلي فوق الجميع يعني كل واحد ما بيبصش لمصلحته قبل مصلحه النادي الاهلي، مصلحه النادي الاهلي هي رقم واحد. طبعا. وبعد كده تيجي مصلحه الافراد، علشان كده هتلاقي النادي الاهلي عبر التاريخ، حتى خلينا نبقى يعني واقعيين، ساعات بيحصل خلافات، ساعات بيحصل مشاكل. وارد. ساعات بيحصل لان احنا مش في المدينه الفاضله. احنا ممكن يبقى فيه خلافات، لكن هيبقى حاجة واحدة هي اللي بتربط بين كل الأجيال، هي حب النادي الأهلي. طبعا. فالنادي الأهلي هو علمنا، غير طبعا بقى الكوميديا الأول اللي في اليوم، إن أنت في ولاد دخلت معاهم وأنت سنك 10 سنين أو 11 سنة. أيوه. الناس كلها أشكالها اتغيرت. طبعا. اللي كان شعره مسبسب ونازل على عينيه راعه وبقى شكله جميل. ليه كده بس يا كابتن وليد؟ كابتن احمد ما بنقولش كده يا كابتن وليد. عليه هو. الناس كان في ناس زي القمر، ما اعرفش ايه اللي حصل لها. لسه برضه لسه زي ما انت. الزمن وعوامل التعريه يا كابتن. ما تفهمش ايه اللي حصل، لكن المجموعه دي احنا شفنا بعض واحنا عندنا 11 سنه، رحنا سفريات مع النادي الاهلي لغايه دلوقتي بنفتكرها، وبنفتكر معسكر مرسى مطروح في النادي الاهلي والشاي الساعه 5، وكنا بنتمرن فين، وكنا بنلعب فين، ولما لو رحنا لعبنا الزمالك في الزمالك، مواقف كتير قوي. لكن يبقى ان النادي الاهلي دايما بيحاول يحط في كل ابنائه فكره العيله. طبعا. انا الموقف اللي ذكرته ده، انا كان والدي فعلا يعني كان عنده جلطة، وكان يعني في مرحلة صعبة جدا، لقيت الكابتن إبراهيم عبد الصمد جالي وقال لي أنا واخد موافقة من النادي الأهلي إن والدك هيتعالج في أحسن، على فكرة ده وأنا عندي 14-15 سنة. فده يعني ده موقف قد إيه خلاني أحس إن النادي الأهلي هي قصة عيلة. طبعا. قصة طبعًا. عيلة هتقف في ظهرك وهتساندك. صحيح. وعلشان كده إحنا بعد لما بنخرج من النادي الأهلي بنقعد نساعد النادي الاهلي ونحب النادي الاهلي حتى واحنا ما بنشتغلش في النادي الاهلي. طبعا. فدي نقطه مهمه جدا الاجيال كلها بتعملها، برغم ان ممكن يبقى في بعض الاختلافات، لكن في الاخر النادي الاهلي متميز ويعني متفرد عن كل انديه العالم بفكره الحب، حتى اقوى المنافسين لينا بيقولوا لنا انتوا بتحبوا بعض بشكل غير عادي. مستحيل نلاقي الحب ده بين ولاد النادي الواحد في اي نادي تاني. مظبوط. فدي بتميزنا بشكل كبير، ربنا يديمها علينا نعمه. امين يا رب. وبشكركم قناه النادي الاهلي ان هي يعني بتثمن حدث زي ده. ويعني يا ريت كمان تكونوا معانا في التقليد ده، ممكن كل الاجيال تعمله، لان في اجيال كتير جدا جدا هي غابت عن بعض وما تعرفش عن بعض حاجه، وكل واحد في شغله. لو التقليد ده يتعمم اظن ان النادي الاهلي هيلم ولاده
طبعا. وممكن يبقى في مره كده احتفال سنوي لما نكسب كل البطولات زي ما احنا متعودين. ده العادي يا كابتن وليد. ده العادي. نعمل احتفال سنوي وندعو فيه كل ولاد النادي الاهلي عبر التاريخ، تبقى حاجه جميله يعني. طيب بذكر الذكريات يا كابتن وليد والمعسكرات مع النادي الاهلي اللي كنت بتتكلم عنها، وبما اننا في الاهلي في رمضان عايزين نتكلم معاك عن بطوله او ماتش عمرك ما تنساه في رمضان، خاصه بتبقى الظروف للاعداد للبطولات او الماتشات المباريات دي بتبقى مختلفه الايام العاديه عن رمضان طبعا، فاكيد عايزين نعرف منك كواليس موقف او بطوله او ماتش عمرك ما تنساه في شهر رمضان. عدينا بحاجات كتير جدا يا مريم، ومباريات كبيره وماتشات كتير. مره كسبنا نادي الزمالك الساعه 2 الظهر، كنا في استاد القاهره والملعب كله متقفل، كان الكابتن ربيع ياسين ادانا بلح ولبن في السحور وكنا كلنا صايمين. كسبنا المباراه بالهدف بتاع الكابتن محمد رمضان. وكان مره في بره في افريقيا في تنزانيا، فاكر يا احمد؟ رحنا قبل مباراة في تنزانيا بحوالي 10 ايام، رحنا لقينا الفندق ما فيهوش حاجه خالص، ولا اكل ولا شرب وحاجه صعبه جدا، ومفيش ملعب للتدريب، والدنيا كانت صعبه جدا. لقينا سيرك عاكف بيعرض في تنزانيا، سيرك مصري. الناس دي استضافتنا 10 ايام، كنا بنفطر ونتسحر ونتمرن. كان الكابتن انور سلامه والكابتن صلاح حسني، كنا نجيب طوب كده ونتمرن في وسط الاسود والنمور، وكان هادي خشبه يمسك الثعابين الكبيره ويجري ورا الكابتن اسامه عرابي. سيرك يعني. سيرك يعني. والله بنتمرن وبالليل بنفضل معاهم في العرض ونشوف الناس كلها جايه تتفرج على السيرك المصري، كانت اجواء غريبه طبعا. الواقعه ما تتنسيش ابدا. اكيد. طيب كابتن وليد، يمكن برضو اتكلمت عن تنزانيا، عندنا مواجهه هامه جدا عايزين نعرف رايك فيها، خلاص لم يتبقى عليها الا عدد قليل جدا من الايام، يوم الجمعه المقبل ان شاء الله امام سيمبا التنزاني. فرص النادي الاهلي شايفها ازاي، خاصه كان في فتره توقف، شايف ازاي برضو انعكاس هذه الفتره على النادي الاهلي؟ والله الله يكون في عون مستر كولر واللعيبه. النادي الاهلي يعني هو ده قدره ما شاء الله، الله اكبر. اكثر نادي فيه لعيبه في المنتخبات كلها، فالله يكون في عون مستر كولر. كان في 6 بيلعبوا مع الكابتن حسام حسن في المباراه الاخيره، كان في 2 في منتخب مصر الاولمبي، الله يكون في عونه. في اصابات، في اجهاد. انا اتمنى ان النادي الاهلي يطلع باحسن نتيجه مع بيمبا في تنزانيا، وان شاء الله نيجي هنا بقى نقفل عليهم استاد القاهره بحضور جمهورنا، وان شاء الله نعدي، لانها موقعها على فكره صعبه طبعا. يعني المباراه دي صعبه لان جايه في اجواء ناس كتير مجهده. انا مش عارف بكره ايه الموقف في مباراه مصر وكرواتيا، هل ممكن يلعب نفس اللعيبه اللي لعبت؟ هيبقى فيها اجهاد شديد عليهم. ما اعرفش حاله كمان حتى حمزه علاء وكريم الدبيس اللي جايين راجعين، لكن ان شاء الله باذن الله كلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي انها تعدي المباراه دي باحسن نتيجه، ونيجي في استاد القاهره ان شاء الله نوصل، وان شاء الله باذن الله البطوله تبقى بتاعتنا يا رب. ان شاء الله من بقك لباب السبع كابتن وليد، وبنشكرك على وجودك معانا النهارده، شكرا جزيلا، وكل سنه وحضرتك طيب واهل بيتك وحبايبك طيبين. ولعبتوا في السيرك؟ ايه موضوع السيرك ده يا كابتن؟